أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. قنديلنا لهذا اليوم الفنان الراحل محمد الشيخو. قبل أن أبدأ بالحلقة وددت أن أطرح سؤالا على أعزائي المشاهدين كما طرحتها على الكثيرين من أصدقائي: كم كان عمر الفنان الراحل محمد الشيخو؟ أجابني الكثير فوق 50 و60 من خلال النظر إلى صورته، لكنني تفاجأت عندما قمت بالبحث عند كتابتي وقراءتي لحياة محمد الشيخو. فناننا الراحل محمد الشيخو كانت وصيته أن تحيا ذكراه في كل ربيع، ربما كان يعلم أنه سوف يفارق الحياة وهو في ربيع العمر والعطاء، وربما لأنه لم يرى من الربيع سوى الملاحقات الأمنية والفقر المدقع واللامبالاة من قبل الحركات الكردية، فأراد بذلك أن نزين ربيعنا القصير دائما بأغانيه الشجية حتى يتعمق حبنا لرموز الربيع ويزداد إحساسنا بالوطن وبشهر آذار الممتلئ بالفرح والحزن المعتق. اسمه محمد صالح شاموس أحمد محمد شيخو المعروف ببابي فلك، من الفنانين الكرد الكبار، ظهر في السبعينيات من القرن الماضي وعرف بحسه الغنائي الوطني، ارتبط ارتباطا وثيقا بقضايا أمته القومية، وغنى على حبيبته كردستان ووصفها أجمل الأوصاف، وكذلك عرف عنه أنه أكثر من مثل بأغانيه ألم وعذاب شعبه ونضاله في سبيل قضيته وكفاحه لأجلها، حيث جاب جميع أجزاء كردستان وحمل مآسي شعبه على ظهره وغنى أجمل الأغاني، اشتهر بين جميع فئات المجتمع الكردي. ولد الفنان الراحل محمد شيخو في كنف عائلة كردية وطنية عام 1948 في قرية قرباوي القريبة من مدينة القامشي في جنوب غرب كردستان، حيث كان منذ نعومة أصفاره محبا للغناء، وبرزت تلك الموهبة معه منذ الصغر رغم تحفظ المجتمع ونظر إلى الغناء والطرب على أنه من المحرمات، إلا أنه لاق التشجيع والدعم من أهله وخاصة والده الذي كان يغني معه في ليالي الشتاء الطويلة ويطرب من حوله وهو ما زال يعني عن وصغيرا، كما كان عمه نجارا ومحبا للموسيقى والأغاني الكردية. كان محمد شيخو يعمل آلات العزف من التنك أو العبوات البلاستيكية بعدما قام عمه بتصنيع طنبورا حقيقيا له وتأثر بها كثيرا، كانت انعطافة كبرى في مسيرته الفنية. درس الراحل المرحلة الابتدائية في قرية خجوكي والإعدادية في القامشي، بالإضافة إلى تلقيه العلوم الدينية في القرية. في عام 1965 تعرض لمرض في عينه وأصيب عيناه بالنقص، مما أدى إلى إعفائه من خدمة العلم في سوريا، وبسبب صعوبة الحياة وقسوتها بالإضافة إلى مرضه ترك الدراسة وعاد إلى القرية للعمل بالفلاحة مع أهله، ويسبب عمل عائلته في الزراعة وفلاحة الأراضي تجول في العديد من قرى المنطقة. وفي حله وترحاله تعرف في قرية خربة قرمة على خليل يزيدي وحسين طوفي وحليم حسو، حيث رافقه محمد شيخو إلى العديد من الحفلات والأمسيات آنذاك، وتلك الليالي صقلت تجربته الغنائية وتعلم اللغة الكردية، قرأ نتاجات كبار الشعراء الكرد وخاصة جقرخوين وحفظها عن ظهر قلب. في عام 1970 ذهب إلى بيروت لدراسة الموسيقى. في ذلك العام بدأت مرحلة جديدة في كردستان العراق، ولأجل دعم ثورة كردستان قامت لجنة الفن الكردي
في لبنان بالتعاون مع فنانين أمثال محمد شيخو، سعيد يوسف، رفع الداري، عز الدين تمو، محمود عزيز شاكر، شيرين بارور، رمضان نجم عمري، بإحياء العديد من الحفلات والأمسيات الغنائية. وفي حفلة صالة سينما ريفوليا عام 1972 بحضور رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت صائب سلام، قدم ولأول مرة محمد شيخو بعض أغانيه، ومن ثم بث راديو لبنان الرسمي بعض أغانيه، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه اسم محمد شيخو وأصبح عضوا في اتحاد فنانين لبنان. تعرف على العديد من الفنانين اللبنانيين الكبار أمثال نصر شمس الدين، فيروز، ودع صافي، عاصي الرحباني، سميرة توفيق، إلى آخره من الفنانين. عند بدء الحرب الأهلية في لبنان عاد إلى سوريا وأسس فرقة فنية في مدينة رميلان، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية ومنعت نشاطاتها. في عام 1972 ذهب إلى بغداد لأجل إحياء حفلة فنية، وقام بزيارة القسم الكردي في إذاعة بغداد، ثم عاد الزيارة إليها مجددا عام 1973 وسجل بعض أغانيه في بغداد، وبثت إذاعة بغداد القسم الكردي بعد بعض أغانيه. بعد زيارته لبغداد اشتهر حين ذاك بين أكراد كردستان العراق، وقام تلفزيون كركوك بتقديم برامج عنه وبثت أغانيه. في تلك الفترة عقد صداقات عديدة مع فنانين كردستان العراق مثال شمال صائب، قول بهار، تحسين طه، محمد عارف الجزيري، عيسى برواري، وكذلك العديد من الشعراء والشخصيات المثقفة، وغنى من قصائد الشاعر بدر خان سندي، سكبان عبد الحكيم، خلف زيباري، ومصطفى الأتروشي. في نفس العام قام بزيارة كردستان الجنوبية والتقى مع قائد الثورة الكردية الملا مصطفى البرزاني، وكرمه تقديرا لفنه ووطنيته. في عام 1974 عاد مرة أخرى إلى سوريا وسجل أولى نتاجاته الفنية في دمشق باسم كوري، وبسبب مضمون أغانيه الوطنية تعرض للضغط على يد السلطات السورية، وبعد ذلك اضطر إلى الهرب ومغادرة سوريا والالتحاق بصفوف البيشمركة على ذرة جبال كردستان العراق. بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 وانكسار الثورة، ذهب مع البيشمركة إلى كردستان الشرقية إيران، وأقام في معسكر ربت، وأصبح لاجئا، وشكل فرقة فنية من جرحى وشباب المعسكر. زار مدينة مهابات وسجل فيها إحدى أهم أعماله أي فلك، وكذلك كاسيت من مهابات منبع دماء الشهداء. وبسبب مضمون أغانيه السياسية والقومية تدخل السافاك الإيراني وطالبه بالكف عن الغناء ونفوه إلى مكان بعيد جدا بالقرب من بحر قزوين على حدود أذربيجان، وهناك تعلم اللغة الفارسية وقام بتدريس اللغة العربية في إحدى المدارس. تعرف على الفتاة التي أصبحت فيما بعد شريكة عمره، نسرين حسين ملك، ابنة أحد بيشمركة جمهورية مهابات، حيث كان عائلتها أيضا منفية إلى هناك، وكانت إحدى طالباته أحبها وأغرم إلى حد العشق، وغنى لها أغنيته المشهورة نسرين، وتزوجها رغم المعوقات الأمنية التي كانت السلطات الإيرانية تقف حجر عثرة أمامه في كل خطواته. أنجب منها 4 أولاد، فلك، إبراهيم، بروسك، وآخر توفي اسمه بيكس. وبتهمة الشيوعية أحيل إلى محاكم الحرس الثوري بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبعد صدور العفو في سوريا تنقل بين السفارة السورية في طهران والدوائر الإيرانية، حتى عاد مع أولاده إلى مدينته التي أحبها قامشلي. في عام 1983 عاد إلى سوريا وأقام في مدينة القامشلي، وأسس فرقة موسيقية، قام بإعطاء الدروس الموسيقية، وسجل آخر أعماله عام 1986. وفي 87 فتح محل تسجيلات باسم فلك، ومن جديد تدخل السلطات الأمنية وأغلق محله بالشمع الأحمر نظرا لما يحمل أغانيه
ومحتويات محله الطابع القومي، وفجأة أصيب بمرض أدخل على أثرها المستشفى الوطني بالقامشي، وتوفي في 9 آذار عام 1989 بعد أن ترك ما يقارب 120 أغنية لشعراء الكرد وبمشاركة شعبية واسعة ولا نظير لها في مدينة القامشي، وعلى صدر صدى آخر أغانيه: عندما أموت أيها الأحباب لا تدفنوني، مثل جميعي كل آذار أيقظوني. وارى أثرى في مقبرة الهلالية، وترك خلفه المئات من الأغاني الوطنية والقومية. أعود مرة أخرى للسؤال الذي طرحته في المقدمة عن عمر الفنان الراحل محمد شيخو، بالنظر إلى صوره عندما توفي فناننا كان عمره 42 سنة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلت لنهاية الحلقة. أترككم مع أغنيته آي فلك بصوت الفنان الراحل محمد شيخو، كما أتمنى لكم وقتا ممتعا. إلى اللقاء في حلقة أخرى وقنديل آخر من قناديل برنامجنا على قناة روجافا. إلى اللقاء. Oh, yeah.